الآن مشاهدي قناة الفلج الفضائية، صباح الخير وأهلا بكم جميعا. يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بكم مرة أخرى في فقرة التوعية المرورية، وموضوعنا اليوم راح تكون عن أهمية الدبلات أو ماصات الصدمات أو المساعدات في السيارات وكيفية المحافظة عليهما. فالدبلات أو ماصات الصدمات هي من الأجزاء المهمة في السيارات، ويجب العناية بهما بشكل جيد كما تتم العناية بباقي أجزاء السيارة. لكن مع الأسف الشديد الكثيرين أو كثير من إخواننا السائقين يهملون هذا الجزء المهم، وعند إدامتهم لسياراتهم فقط يهتمون بالمحرك والجير والمنظر الخارجي للسيارات أو أشياء أخرى كتهريب الوقود أو الزيت أو ما شابه، ظنا منهم أن الدبلات هي فقط جزء كمالي في السيارات، وهي فقط موجودة في السيارات لتزيد شعور السائق والراكبين بالراحة أثناء تنقلهم اليومي ولا علاقة له بالسلامة. وهذا اعتقاد خاطئ، لأن للدبلات وظيفتان رئيسيتان وهما الراحة أولا والأمان ثانيا. والراحة تكون بامتصاص الصدمات الناتجة عن المرور فوق الحفر والمطبات وما شابه لكي لا يشعر الركاب بها، والأمان تكون بأن تبقي الإطارات ملامسة للأرض تماما، وهذا يعطي الثبات للسيارة، وبهذا يستفاد السائقون من نظام الفرامل في سياراتهم بشكل أكبر ونظام التوجيه أو المقود أيضا، لأن الإطارات عندما ترتفع عن الأرض عند المرور فوق المطبات أو الحفر في هذه الأثناء لو حاول السائقون تقليل سرعاتهم أو أجبروا على تقليل سرعاتهم لا تتوقف سياراتهم بالشكل المطلوب وتطول مسافة التوقف أو البريك، وذلك لأن السيارات تتوقف بفعل الاحتكاك الحاصل بين إطاراتهما وسطح الطريق، وعندما تكون الإطارات غير ملامسة للأرض بالدرجة المطلوبة ومرتفعة عن الأرض هذا الاحتكاك لن تحدث، وإن حدثت سوف تكون بدرجة قليلة وغير كافية، وحين ذاك ومع محاولة السائق للتوقف لا تتوقف السيارة، وحين ذاك حادثة كهذه تكون واردة الحدوث. شاهدتم الحادثة، سائق لم يكن يمشي مسرعا بدرجة كبيرة، ومع ذلك عندما توقفت السيارة التي أمامه حاول هو أيضا أن يتوقف، لكن مسافة التوقف طالت أكثر من اللازم وحدثت الاصطدام، وأثناء الكشف على السيارة تبين أن ماصات الصدمات كانت مهترئة ولا تعمل بشكل جيد، ولهذا لم تسعف السائق وحدث ما حدث. إذن هنا تظهر أهمية الدبلات بأنها تبقينا سالمين وبعيدين عن الاصطدامات. إذن من الآن اذهبوا وانظروا إلى دبلات سياراتكم نظرة فاحصة، وإن رأيتم أي تهرب في الزيت أو إن رأيتم الجلود المحاطة بالأجزاء العلوية للدبلات بحالة غير جيدة ومتمزقة غيروها وغيروا الدبلات حالا وبدون أي تأخير، لأن أي تأخير من الممكن أن تؤدي إلى هلاككم وإيقاعكم في حادثة كهذه. لكل سيارة صالون أو السيارة العادية 4 دبلات، دبل لكل إطار، والمساعدات أو الدبلات الأمامية عندما تكون لينة وتعبانة ومنتهية الصلاحية وتضرب فرامل أو تدوس على دواسة البريك هذا يجعل أنه مقدمة السيارة تنزل بشكل قوي وترتفع مؤخرة السيارة بشكل أكبر من اللازم، وهذا يعني أنه كتلة السيارة كلها تتجه إلى الأمام، وهذا يحدث نوع من التموج في جسم السيارة، وهذا التموج يعطيه نوع من القوة والاندفاع نحو الأمام، وبهذا الضغط الواقع على الفرامل كلها تكون على الفرامل الأمامية ولا تكون على الفرامل الخلفية، وهذا يؤدي إلى إحداث حالة من اللا استقرارية في جسم السيارة أثناء الفرملة المفاجئة، خاصة إذا كانت أرضية الشارع مساعدة لفقدان السيطرة ومبللة بمياه الأمطار أو الأتربة، وحين ذاك ومع كل هذه الأخطار عند الفرملة المفاجئة لا يستبعد وقوع حادثة كهذه.
إذا الآن أصبحت أهمية الدبلات واضحة للكل، إذا كيف نستطيع المحافظة عليهما والعناية بهما، وكيف نعرف أن دبلات سياراتنا جيدة أو منتهية الصلاحية لكي نقوم بتبديلها؟ الفحص النظري أو بالعين المجردة في بعض الأحيان تعطينا فكرة أولية عن وضعيتهما، ويستطيع أي سائق إجراء هذه العملية بنفسه، وذلك بإلقاء نظرة على الدبلات لمعرفة إذا كانت مهربة للزيوت أو إذا كانت الجلود أو القطعة المطاطية العلوية ممزقة والشفت ظاهر، وهذه كلها دلالات على أن الدبل مهترئ ويجب تبديله. لكن في بعض الأحيان المنظر الخارجي يوحي بأن الدبلات بحالة جيدة، لكن من الداخل من الممكن أن تكون بحالة غير جيدة ومنتهية الصلاحية. لذا يجب إجراء الفحص عند الميكانيكي أيضا، والفحص الميكانيكي بعض السائقين أصحاب الخبرة يستطيعون إجراءه ويمكن الاستعانة بهما، وهو بسيط جدا، ويكون بإيقاع الضغط على الجهة المراد فحصها باليدين أو إيقاع وزنك عليها لمرتين ثم رفع الضغط. فإذا تحركت السيارة أكثر من مرة ونصف المرة هذا يعني أن الدبل مهترئ ويجب تبديله، أما إذا تحركت فقط مرة واحدة أو مرة ونصف هذا يعني أن الدبل سليم ولا يحتاج إلى التبديل. ونتمنى أن تنجح دبلات جميع سياراتكم في هذا الفحص لكي لا تضطروا إلى تبديلهما. هذا كل ما في جعبتنا للحديث عنها في هذا الأسبوع، ونتمنى أن تنال رضاكم، وإلى أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم تقبلوا تحياتي وأمنياتي بالسلامة للجميع إن شاء الله، وشكراً.